الآن اسمعوا هذا جيدا. بعض الروايات اليهودية تقول أن هذه المرأة نسيت الاسم الذي تهبط به فمسخها الرب إلى كوكب، والبعض الآخر يقول أن مسخها إلى كوكب كان عقابا لها على إغوائها الملكين. هل عرفتم عن أي كوكب نتحدث؟ أجل أعزائي، إنه كوكب الزهرة. هذا ما ذكر في الرواية التلمودية. نأتي الآن إلى الرواية الإسلامية. لطالما اعتقدت أن هذه الرواية لا وجود لها في التاريخ الإسلامي، حيث أن المعتقد الراسخ في الديانة الإسلامية يقضي بعصمة الملائكة وتنزيههم عن المعاصي، ولكنني تفاجأت عندما قرأت ذكرها عند بعض كبار العلماء والمفسرين، حيث تقول الرواية الإسلامية أن زهرة هذه كانت ملكة من الفرس، وقد اختلفوا بسبب مسخها إلى كوكب. فرقة تقول بسبب إغوائها الملكين بدون صعودها إلى السماء، وتضيف أن الملكين تشفعا بالنبي إدريس عليه السلام بعد أن أذنباه. أما الفرقة الأخرى فتقول بأن الزهرة لم تسلم نفسها إلى الملكين حتى يعلماها اسم الله الأكبر، فقال أحدهما: أعلمها. فرد الآخر: أني أخاف الله. فقال الذي أراد إعلامها: فأين رحمة الله؟ ثم علماها الاسم فتكلمت به وصعدت إلى السماء فمسخت كوكبا. الآن السؤال الأهم: ماذا حدث لهاروت وماروت؟ أنصتوا جيدا أصدقائي، فما سأخبركم به سيفاجئكم ويثير حيرتكم.